أنا مروان سمرة اتعلمت التنبورة دي من والدي، وكنت حابب التنبورة جدا وحببني هو فيها. فكنت ما يجي مثلا يعني يطلع شغل أدور على زلطة أو أدور على بذرة مانجاية لأنها تشبه المسواك اللي هو بيشتغل بيه، اللي هي الآلة اللي بتبقى في إيديه يعزف بيها على التنبور. سلم عليك يا نبي الشمس كل صباح يا نبي. سلم عليك يا نبي الشمس كل غروب يا نبي. الكرسي ده، الكرسي ده بيعمل له ارتكاز ويعمل له علامه في قلب الجلده نفسها. في الربابه ده بيسمى فرز، لا في التنبوره ده الكرسي.